عدلي العشاء يا مرة. سامي يا ابو سليمان، ها هذا قضيت. ابو سليمان يا للدار. الله حيه. حلو امك خالد كبل العشاء للضيف كله. سام يلا حيه، جايك. يما تكفين ابي اكل شوي. يا ولدي است على وجهك، عسى يكفي الضيف بس. يما هذا مو ضيف، هذا راشد. ما يخالف يا ولدي، اي احد يوقف على بابنا هذا ضيف ومبدي على انفسنا. ورا مرته ما تطبخ كل يوم يجي ياكل عشانا. يا ولدي اذكر الله، ان شاء الله بناكل انا وياك عقبهم. يلا انهج لي يبرد العشاء. ابشري. عساهم صادوا شيء. والله يقولهم ما صادوا شيء. انت مالك نيه تطلع تصيد؟ الا والله، بس اني احتري الغرانيق جن وبعدها ان شاء الله قبل ما يطلع لنا. هلا ولدي سليمان، يا مرحبا، وشلونك؟ بخير. وين كنك؟ تعش معنا. لا خلي بياكل مع امه. هذا ود امه. روح لامك يا ولدي. قم. سلم. تفضل احييك. راحوا ضيوفك؟ اي راحوا. ولدك نام وهو ميت من الجوع. من هو ضيفك؟ عسى شبع ان شاء الله. ضيفي راشد. ما شاء الله، وراشد هذا كل ليل تم سيرن علينا، ما عنده مره تطبخ له؟ انا وش علي منه ومرته؟ تبيني اطرده؟ ولدك ميت من الجوع والبيت يصفر، ما ابو ولا تمره. بيرزقنا الله ان شاء الله.